يوم اسمع كلمه ابتكار يجي في بالي انه لازم افكر خارج الصندوق. اسمي براق خالد عبد الرحيم، وظيفتي في شركه ستراتا هي قائد مشروع في قسم اداره المشاريع. التكنولوجيا لها تاثير في شركات التصنيع، بالاخص شركه ستراتا. قسم البحث والتطوير هو جزء من قسم العمليات في الشركه، وهدفه من خلال المعرفه هو تطوير وتحسين اداء المنتج. دولة الإمارات خلال السنين الماضية عززت من دور الابتكار في شتى المجالات، وبالتالي دور ستراتا كشركة تصنيع، الابتكار هو دائماً عنصر أساسي في أي مشكلة ولا أي حلول مطلوبة لدعم عمليات التصنيع. الابتكار بيختصر وقت كثير، وأيضاً أن نوصل لمرحلة ننافس شركات عالمية. اليوم ستراتا تركت بصمة حول العالم كمورد أساسي لقطع الطائرات، ولا شك أن هذا الشيء ما صار بدون ابتكار.